بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله تعالى نبدأ المحاضرة الرابعة في شرح كتاب منهج الحق للإمام السعدي رحمة الله عليه مع الشيخ العزيز عبد الغني عوساه حفظه الله ورعاه. وهذا في يوم الثلاثاء 17 شعبان 1445 هجري الموافق 27 فبراير 2024 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم استطرد واستمر بذكر بعض الصفات، كذلك الصفات العلى، وكذا بعض أسمائه الحسنى تبارك وتعالى. فقال رحمة الله عليه، أي الناظم في نظمه: ويبصر ذرات العوالم ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد. كذلك هنا يثبت لله سبحانه وتعالى أنه يبصر، أنه بصير ببصر، يعني يرى كل المخلوقات، كل الكائنات، فعبر عنها بالشيء بالشيء الدقيق الخفي القليل، فضلا عن الظاهر الجلي الكثير. ولهذا قال: ويبصر ذرات العوالم كلها، هكذا، فإذا يبصرها كلها تبارك وتعالى. فحتى ممكن الإنسان لا يرى إلا ما يسعه رؤية وبصرا ونظرا ببصره، عنده حدود هكذا. أما ربك سبحانه وتعالى حتى ذرات الكون كل يعني كلها يراها، يرى كل ذرات الكون. فنحن بعض الذرات أو الذرات نفسها يستعمل الناس وسائل مجهرية، وسائل لرؤيتها، لا يستطيعون رؤيتها بالعين المجرد، إنما المجردة، إنما يرون، إنما يريد أن يبين: رأيت هنا، كأنه أخذ أو سعى أو تناول هذا ببيان لماذا قال أهل السنة بهذا القول. فهنا تظهر صفات الكمال لله رب العالمين، الكمال المطلق. أما الإنسان فضعيف وناقص ومحدود هكذا يعني. ولهذا لا يقاس، لا ينبغي أن يقاس عندما تثبت صفة البصر لله أن تقيسها على صفات البصر للمخلوقين للمخلوقات أبدا، هكذا. إذن فبين هنا قال: ويبصر ذرات الكون، أي الذرات، يعني بمعنى كما يقولون حتى الأشياء الخفية، كما يقولون: من يرى تلك النملة السوداء في الليلة الظلماء وفي الصخرة الصماء؟ يرى سبحانه وتعالى كل شيء. ولهذا يعلم الإنسان ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هكذا يحيط إذن ببصر كل شيء، هكذا إذن. وهذا إذن فكيف يعني يعرف الإنسان كل هذه الأشياء؟ ولذلك يقول كلام تعليقا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه تعليقا على هذا، وبيانا كذلك للناس في كتاب له مجلد،
بل في مجلدين. المهم وهو كتاب طريق الهجرتين، يذكر الإمام ابن تيمية يقول، عفوا ابن القيم يقول: البصير الذي يعني هكذا لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة اللي ذكرها الناظم، قال ذرات، إذن يرى تفاصيل الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها. يعني معنى مثلا لو نأخذ النملة، هذه يعني هذه الأجهزة أو هذه الأعضاء التي هي نفسها دقيقة، هي نفسها دقيقة يعني صراحة. من النمل ما لا تراه، من النمل ما لا تراه بعينك المجرد، فكيف بما فيها من هذه الأشياء سبحان الله، أو غيرها من المخلوقات الدقيقة كذلك والصغيرة أيضا صغارا، يعني صغارها يجعلك لا تراها إلا إذا استعملت مكبرا أو مجهرا حتى تراها بصورة مجهرية. المهم باختصار شديد، هذا الذي ينبغي كما قال رحمة الله عليه: ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأراضين والسبع، وكما يرى ما فوق السماوات السبع. هذا إذن فيما يتعلق بأنه يبصر ذرات العوالم كلها. ثم كذلك قال: ويسمع، ويسمع، يعني ذكر هذا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كذلك ذكر المصنف يعني تيمنا بالقرآن واقتداء كذلك بما جاء بيانه في القرآن الكريم. ثم قال: ويسمع أصوات العباد. رأيتم كيف يرى كل شيء، يعني هذه ذرات العوالم لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه شيء، كل شيء يراه تبارك وتعالى. كذلك يسمع أصوات العباد، هذا كذلك فيه إثبات صفة السمع وأنه سميع يسمع هكذا جميع الأصوات ما كان منها صراحة مرتفعا وجهوريا وما كان فيها خافتا أيضا، هكذا ولا لا؟ فينبغي أن يعلم كما قال: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، هكذا ولا لا؟ سواء، إذن يسمعهم جميعا ولو بلغات متعددة ومختلفة ومتغايرة وما إلى ذلك، كلهم يا إخوان وفي صعيد واحد وفي وقت واحد وبأصوات مرتفعة كيسمعهم جميعا، كله سواء عند رب العالمين هكذا. ولذلك كما قال ابن القيم ما شاء الله: السميع الذي استوى، الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، كما ذكر في الآية: سواء منكم من أسر القول، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: السميع الذي الذي قد استوى في سمعه القول يعني وجهره سر القول وجهره، أي القول سرا أو جهرا، يعني وكذلك سمع ووسع صوته سمعه الأصوات الناطقين والمتكلمين والعباد، كل الأصوات وسعها وأحاط بها سمعه، فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع. يعني قد يقول يسمع فلان وفلان في نفس الوقت يتكلم، فأنى له ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تقيس على نفسك ولا تقيس على مخلوقاته، لا يشبه مخلوقاته ولا يشبهه شيء كذلك من مخلوقاته، هكذا. هذه قاعدة استصحبها دائما في دراستي وقراءتي وتفسيري وفهمي آيات الأسماء والصفات، فلا بد إذن
من معرفة ذلك بارك الله فيك. قال إذن كذلك إذن لا يشغله منها سمع عن سمع، ولا تغلطه كذلك المسائل، ولا كذلك يبرمه كثرة السائلين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين، يعني قالت الحمد المهم تذكر أنها تسأل أشياء. فهنا في لما جاءت المرأة تشتكي، تلك المجادلة تشتكي وتجادل النبي في زوجها وتشتكي إلى الله، كعائشة في الحجرة والمرأة قريبة منها، كان أثناء سمعها لشكواها وكلامها من كلام المرأة ما فاتها سمعه، لم تسمعه كله، لم تستطع كذلك فهم ما تقول من الكلام، سبحان الله. فقالت كلمة رائعة رحمة الله عليها، فأثنت على الله سبحانه وتعالى، فأثنت على الله بهذه محامد يعني ومحاسن هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه، ألا وهي الصفات العلى هكذا، وكذلك الأسماء التي سمى بها نفسه وهي الأسماء الحسنى. فقالت رحمة الله عليه الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أي كلها وسع سمعه الأصوات. قالت لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه هكذا قالت، قالت وإنه لا يخفى علي بعض كلامها، وإنه لا يخفى علي لم أستطع سمع وضبط يعني وإدراك يعني بعض كلامها، سبحان الله. فأنزل الله في حقها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله سميع زيد بصير، هكذا ولا لا؟ فإذا ذكرت هذا، إذا وكذلك يسمع أصوات العباد بيعني يعني ممكن بلغاتهم المختلفة كما قلنا، وعباراتهم المتغايرة كذلك، وحاجاتهم المتنوعة والمختلفة هكذا. إذا فكما جاء في الحديث القدسي، الحديث القدسي أو الحديث الرباني أو الإلهي هكذا، وللحديث القدسي يأتي عموما وغالبا بصيغتين، صيغة كما يقولون يعني الغالب، يا إما أن تجدوه بصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. أن هذا الحديث القدسي فيه قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رأيتم؟ وإذا فهذا يريد أن وكذلك يسمع سبحانه وتعالى هؤلاء، قلنا ولو كانوا في صعيد واحد ويتكلمون، بل حتى ولو كانوا في بلاد شتى ومتباعدة هكذا، فإنه يسمعهم ومحيط وسمعه يدرك هذه الأشياء ويحيط بهذه الأصوات كلها بارك الله فيكم. ثم قال يعني ثم قال لما قال ويسمع أصوات العباد ويشهد، أي بمعنى يطلع هكذا، يطلع
هكذا عليهم ويراهم ويشهد عليهم ويطلع عليهم. ومن أسمائه الحسنى كذلك الشهيد، قال كما في آيات وكفى بالله شهيدا. ومن معاني الشهيد يعني هذه الكلمة أنه المطلع على العباد، هكذا كما رأيتم في حديث النصف من شعبان، إذا كان النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، هكذا ولا لا؟ يطلع على خلقه فيغفر للمؤمنين جميعا إلا من كان، فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاهد. يعني فكذلك إذا يعني يشهد الله ذلك. وفي أحاديث كثيرة في الحقيقة ومشاهد عديدة تدل على أنه كذلك يشهد تبارك وتعالى. فإذا هو مطلع على العباد، على عباده ومخلوقاته وعلى أعمالهم وعلى كل أحوالهم وهيئاتهم وأقوالهم وأفعالهم، فلا يخفى عليه شيء مما هم فيه كذلك. ثم ذكر قال المصنف رحمة الله عليه: له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. هكذا إذن هنا بكل صراحة، ومعنى الملك هكذا أنه يتصرف في جميع مخلوقاته، يا أخي هكذا في مخلوقاته بالإيجاد والإماتة، بالصحة والمرض والرزق والفقر. إذن له الملك والحمد المحيط بملكه تبارك وتعالى. فإذن ملكه لجميع المخلوقات كما ذكر، كما في قوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وما بينهما. إذن ولهذا فتبارك الله وتعالى، فتبارك وتعالى هو المستحق وحده يعني أن يفرد ويتفرد بالحمد تبارك وتعالى، لأن الملك كله لله، وكذلك الحمد كله، وكذلك الحمد كله لله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والمقصود أن الملك والحمد في حقه. قد يقول الإنسان لما يذكر كلمتين أو يذكر اسمين أو صفتين أو شيء من هذا القبيل، وتجد العلماء يذكرونهما كذلك عند التمثيل والاستشهاد والذكر، إنما بعض الأحيان هذا على وجه التلازم، يذكرون هذا على وجه التلازم. ولذلك يشير إلى هذه النقطة وهذه النكتة وهذه اللطيفة والفائدة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. يعني لما تقول ذكر الملك والحمد، ليش علاقة الملك والحمد بالملك؟ شايف مثلا، فيقول الإمام ابن القيم: والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته كذلك شمل حمده، هكذا وشمله حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. شايفين يا إخوان؟ فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره، كذلك ينبه يعني عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح. ثم قال: وحكمته العظمى، أي حكمة الله، والحكمة من صفاته التي تدل يعني في الحقيقة على أنه الحكيم في تدبيره، الحكيم في جزائه كذلك، والحكيم من جميع هكذا الحكيم يعني من هذه الوجوه،
وفي جميع كذلك مخلوقاته، له التصرف المطلق بمقتضى حكمته التي هي صفة من صفاته. ولهذا قال: وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، يشهدون بحكمة الله. كل شيء خلقه لحكمة، ولا يا إخوان؟ ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يقول هذا في المخلوقات، فتعالى الله عن ذلك علو كبيرة. لما نقول فلان حكيم، فلان هذا في قاصر ونسبي وعلى قدر الإنسان الضعيف المخلوق الذي خلقه الله الحكيم العليم اللطيف الخبير. لهذا قد يقال فلان حكيم. أنت تقول الرجل الحكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالرجل الحكيم الذي نرى تصرفاته متصفة بالأحكام، منضبطة متزنة، ملتزم بالأحكام. أو تجد تعريفا مثلا كما يذكره ابن القيم حتى يبين بأن الحكيم من الناس، أو المعنى الحكيم الذي يفعل ما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي وفي الزمن الذي ينبغي وللخلق، كل شيء يعني ما ينبغي. ولهذا يقولون الشيء المناسب له. فالرجل لما يكون حكيما في قوله يتكلم كلاما مناسبا للمخاطب لفظا ومبنى ومعنى، أي حتى في التعبير تخاطبه بما يفهمه، وحتى بالكلام بما يليق إلى غير ذلك. هكذا فالحكيم لا شك، وربك ولله المثل الأعلى، وتعالى الله علوا كبيرا عن يعني صفات المخلوقات. هكذا إنما كما ذكرنا الآية ليس كمثله شيء. ولذلك فالخلق يشهد، هكذا يشهد بأن الله، كل الخلق يشهد بأنه تبارك وتعالى في مثلا في خلقه. ولهذا ألا يعلم من خلق كيف خلق الإنسان، فتقول أنت فتبارك الله أحسن الخالقين، في كل شيء تحمده وفي كل شيء كذلك تشهد له بالحكمة الحكيم، بحكمة الحكيم تبارك وتعالى. وكذلك في تدبيره تدبيره، ولا يفعل شيئا إلا عن حكمة سبحانه وتعالى، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة، قال تعالى أفحسبتم. بهذا لما قلنا قبل قليل أنه خلق الخلق، ما خلقهم عبثا، ولا لا إخوان؟ قال تعالى لأنه ينافي الحكمة، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا ينافي الحكمة، إنما خلقكم لحكمة. ونحن كما نقول لحكمة، والحكمة تختلف على الحاجة. الإنسان لما يركب شيئا أو يتخذ شيئا أو يجعل شيئا أو يصنع شيئا قد يكون لحاجته إليه، ولا لا؟ ليستعمله كأداة وكوسيلة في قضاء أو تحقيق مآرب أو أشياء. أما ربك لما يخلق مخلوقاته ليس لحاجته إليها، إنما لحكمة له فيها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حاجة ولا حكمة؟ إذن لأنه لو ننظر العبادة، هذه الله غني عن عباده، لا تضره يعني معصيتهم إن عصوه ولم يطيعوه، ولا يضره كفرهم إن كفروا ولم يؤمنوا به، كما لا تنفعه طاعتهم إن أطاعوه، ولا يزيد في فضله كذلك إن آمنوا به. ولا لا يا إخوان؟ هذا للإنسان، الإنسان يعرف. ثم قال
ولهذا لما نجد هذه الحكمة لما خلق الله الإنسان لعبادته وأنه راجع إليه وأنه سيحاسبه على ما عمل ويسأله كذا كذا، وأن المطيعين والعباد الصادقين المخلصين الذين عبدوا الله موحدين هؤلاء يعني يدخلهم الجنة ويجازيهم على حسن عمل بالجنة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ما شاء الله. وكذلك العصاة يستحقون العقاب هكذا. فربك سبحانه وتعالى جعل العبادة إذن لحكمة، فلما خلق الخلق بين له بأنه ما خلقه عبثا، وكذلك في حياة هذا الخلق بعد خلقه هذه المخلوقات ما تركها سدى، خاصة الإنسان، الإنسان هو المكلف، الإنس والجن. الإنسان قال تعالى أيحسب الإنسان إيه؟ أن يترك سدى، أي من غير أن يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية ويبين له طريق الرشد ويؤمر باتباعه ويجتنب طريق الغي وإلى غير ذلك. فإذا قال تعالى في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بارك الله فيك. إذا قال وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، وهذا حق يشهد به كل ما يرى. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، من ذكرهم أنهم يحمدونه وأنهم يثنون عليه وأنهم يمجدونه وأنهم يعبدونه وأنهم ما شاء الله، يعني تبارك الله. ولهذا قال ويتفكرون كذلك في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك زيد فقنا عذاب النار. هذه كلها من العبودية، هذا الذي يفعله ويقر به ويعتقده من العبودية. بارك الله فيك. ثم بعد ذلك قال يعني هذا وكذلك ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله المبعوث بالحق أحمد. رأيتم يا إخوان هنا هذا قال يعني حتى يعلمك ويبين لك أن هذه المسائل مرتبطة ومنضبطة بالنصوص. أنت تثبت تقول بأن الله ينزل إلى يعني إلى السماء الدنيا مثلا هكذا ينزل، كيف من أين لك؟ كما شهد بذلك وأخبر بذلك وقال ذلك إيش النبي الذي لا ينطق عن الهوى الذي أوحى الله إليه بذلك، أي المبعوث بالحق أحمد. فإذا قوله نشهد كما قلنا فيما سبق بمعنى نؤمن، صح ولا لا؟ ليس مجرد شهادة تقول هو كذلك، ولكن لو تقول أنت إيش رأيك؟ قل لا ما لا أؤمن، أنا أقول أعلم بأن ذلك، يعني كان يقول يفيد العلم، لا هذا يفيد الإقرار أنك تقر بذلك، ويفيد التصديق ويفيد الإيمان، الإيمان أنك تؤمن بذلك إيمانا صادقا. ولهذا الإيمان تعريفه الحقيقي حتى من الناحية اللغوية، أي التعريف اللغوي، نقول يعني الإقرار هكذا، التصديق الذي يعني الإقرار هكذا. ولهذا لما قال ونشهد بمعنى نؤمن كما نقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله
ونشهد كذا ونشهد، أي بمعنى نؤمن، نقر بذلك ونؤمن أن الله، أي نعتقد جازمين، نعتقد جازمين ونصدق موقنين، كذلك نصدق بيقين بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في الدجى، هكذا الله تبارك وتعالى ينزل، وهذا الذي أخبر به المبعوث بالحق. ومن هو المبعوث بالحق؟ أشار إليه، ما يتركون الأشياء مبهمة، أو ما يتركون الأشياء مجملة، أو ما يتركون الأشياء موهمة، حتى الإيهام مش مريح، الإيهام يشوش الأفهام، صح ولا لا؟ لأنه قال يأتي واحد يتفلسف يقول كذا، لا ما يدخلون الإبهام، يعني يشتت كذلك الأفهام، تقل لأنه مش أشياء غير معينة، غير مبينة، غير مسمات، غير ظاهرة، ولا مبهم، مبهم يعطيك أشياء، ممكن شيء لكن لا تعرف كنها وماهيته وحقيقته وجنسه وعينه ووصفه وكذا، ولا هذه أشياء في المجمع. كذلك الإجمال، الإجمال لأنك تجد ممكن عبارة تحتمل معاني متعددة أو مختلفة أو متغايرة، ولا لا؟ فلهذا شوف، يعني لما يذكر أن كل الناس المبعوث بالحق معروف بأنه النبي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يا أخي هكذا ولا لا؟ لكن شيء جميل في مثل هذه المواطن يعني التعيين والتبيين والتفصيل والتوضيح والشرح، مثلا لا، إن لم يقل لا ضير، لا حرج. لكن لماذا تقولون، لماذا يقولون يسمون حتى هذا يسمى الإحكام والإلمام والإتقان، ويسمى التفصيل، التفصيل والبيان، كأنه يقول يعني من لما نقول فلان المرسل، يا الناس عند الناس متواتر، يعني نقولهم عنهم متواترة وعقولهم عليه متواطئة، ولا يختلف إلا شاذ في هذا الأمر، أي غير عاقل وغير أمين وغير صادق وغير غير، يعني كما يقولون الشاذ، هذا الشاذ في مجاله إذا شذ بمقاله ولو كان في مجاله تكلم بكلام شذ عن عموم الناس، العلماء الذين هم مثله أو أعلم منه، فشذ عنهم، أي كانوا خالف الراجح، أو كانوا خالف الدليل، أو كانوا خالف المتفق عليه طبعا علما ويعني صراحة، أو خالف الإجماع، هذا كله شاذ شاذ شاذ. حتى في الحديث رأيتم لما يكون الراوي المقبول مثلا، ولا إذا كان فردا يخالف الثقات الجماعة أو من هو أوثق منه، رغم أنه كذلك مقبول في هذا، ولا لكن لكونه خالف من هو أوثق منه، وماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ إيه؟ الله يبارك فيكم، صح. ولهذا يقولون الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يطوى ولا يروى، ها؟ يعني ممكن العبرة، ممكن لكذا، لكون أن المسألة هذه احذروا فقد شذ فيها من شذ، وتذكرون سبب الشذوذ، المرجئة في الإيمان، وسيأتي إن شاء الله، ولا أتركوا خلوا، لأنه لما زعموا أنهم حتى في قراءتهم لما المرجئة قالوا بأن الإيمان، رأيتم بأن الجهمية غلاة المرجئة يقولون بأن الإيمان المعرفة، يا أخي أجدك القلب فقط، اعتقاد القلب يعني المعرفة دون الإقرار باللسان ودون إيش؟ العمل. ويأتي غيرهم مثلا نقول الكرامية، وأن مثلا يقولون أنه قول باللسان فقط، ويأتي كذلك زعم المرجئة ما يسمون ويصطلح عليه بمرجئة الفقهاء، يعني مثلا هؤلاء الذين يقولون بأنه هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب،
ولكنهم يرجئون ويؤخرون الأعمال. انظروا يا اخواني، يا قلت لكم هذا التشبيه وهذا الاجمال ما يصلح، او 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 او, أو, أو هذه الابهام او شيء من القبيل. قد يفهمون الفهم اللغوي، لكن للاسف الشديد حتى لغة لا يستقيم استدلالهم، حتى لغة لا يستقيم استدلالهم. قيل لهم لما جاء فصلتم واخرتم وارجعتم العمل واخرجتموه من مسمى الايمان وحقيقته؟ قال لأن الله ذكر الإيمان وذكر العمل الصالح، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ها هنا الواو، واو حرف عطف. إذن الإيمان غير العمل. لا حول ولا قوة. شايف الفهم السقيم والتفسير المقلوب إلى غير ذلك، كما سيأتي بيانه وتناول هذه المسألة المصنف. ولهذا إذن كذلك لما قال ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قال، أي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث بالحق إلى الناس أحمد، وهو محمد، هكذا صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد، أي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يشير إلى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يكفي ذكره قوله بماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة نجدها هنا، ونجد كذلك كما صح به الحديث، لأنه هذه قاعدة ومبدأ ومنهج وطريقة يسير عليها المسلم في مسائل الاعتقاد وعموم مسائل الدين وخاصة الاعتقاد، لأن الغلط في مسائل الاعتقاد على خطر عظيم وخطر جسيم. ولهذا سمى العلماء مسائل الاعتقاد السنة، ولهذا ترون أغلب كتب الاعتقاد موسومة ومعنونة ومسمات السنة، السنة للبربهاري، شرح السنة للمزني، صريح السنة للطبري، السنة لابن الخلال، السنة كذلك للإمام أحمد، الإمام أحمد وصول السنة، والسنة لابنه كذلك غيرهم، وكذلك أسموها الشريعة كما للأجري، وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كما للالكائي، وغير ذلك، وهل مجرى وعطفا. بارك الله فيكم. ولهذا الإمام ابن أبي داود في الحائية ذكر في أول ومقدمة ذلك الكتاب منهجه في هذه الطريقة، ومنهج أهل السنة، ومصدر تلقي أهل السنة، ومصدر استدلال أهل السنة في مسائل الاعتقاد. ولهذا لما ذكر هنا قال كما قاله المبعوث بالحق أحمد، لأنه نعم أنت في هذه المسائل إما أن تقول قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ولهذا كما قال الإمام ابن أبي داود في حائيته في البيتين الأولين يعني أو الثلاثة أبيات الأولى، المهم باختصار تمسك بحبل الله ولا تك بدعيا ودين بكتاب الله أتت. بارك الله فيكم، جزاكم الله. شايف يعني هكذا يريد أن يقول، دائما تستصحب هذا في مسائل الاعتقاد جزاكم الله خيرا. فقال إذن كما قاله المبعوث بالحق أحمد، وهو الحديث الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، انظروا ينزل ربنا، نحن قلنا ما تقيس على نزول الخلق ونزول الناس الإنسان وكذا، نزول الدنيوي ونزول المخلوقات، لا والله ينزل ربنا، هذا النزول حقيقة ولا ما هو حقيقة؟ حقيقة، لكن هذا يعني على ما يلائم ويوافق بل
يليق بجلاله وعظمته وكماله تبارك وتعالى وسبحانه وتعالى. ولا لا يا اخوان؟ يعني ولذلك تقول كيف ينزل كذا وكذا، قل لا، ليس كمثله. هذه الاشياء التي تقولها وتقيس النزول عليها وبمثلها ليست كذلك في حق الله تبارك وتعالى المنزه عن كل ذلك بارك الله. ولهذا قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن فالنزول يا إخوان حق وحقيقة، حق ثابت لله أن ينزل حقا وحقيقة تبارك الله وتعالى. وقد اتفق السلف قاطبة هكذا جيلا بعد جيل وقرنا عن قرن متفقون كلهم على هذا، يتداولون ويتناولون ويتوارثون عن فلان عن فلان عن فلان. ولهذا ترون كما في عقيدة الرازيين أبي زرعة زيد وأبي حاتم الرازيين في مسائل لما رواها ابن أبي حاتم قال وبه أقول، الذي رواها عنه قال وبه أقول، قول أهل السنة والجماعة قول واحد من أولهم إلى آخرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يختلف ولا يتغير ولا يتبدل. مسائل الاعتقاد لا تتبدل مع تبدل أو تغير الزمان والمكان والإنسان، كما قال مالك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها بارك الله فيكم. ولذلك إذن هم كلهم متفقون قاطبة هكذا سلفا وخلفا، أي الخلف على ضرب ومن ركب ومنهج وطريقة السلف بقولهم يقولون وبأدلتهم يستدلون وعلى عقيدتهم وبعقيدتهم يعتقدون ويدينون بارك الله. إذن ف والنزول لا شك صفة فعلية ولا لا يا إخوان؟ يعني هكذا فينزل سبحانه وتعالى ذات المفعل هكذا، إذن فينزل الله بفعله سبحانه وتعالى نزولا كما وأقوال العلماء الصادقين هو القول الحق الذي كما قال المؤلف ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بارك الله فيكم. إذا فلا تعلم كيفيته، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا لا يا إخوان. إذا فينبغي أن يعلم ذلك، فكما قلنا قد يقول كما ذكر، يعني قد يقول القائل كيف هو، فإذا قيل ذلك نجيب بما أجاب به السلف، يعني والآيات في هذا والأحاديث كذلك، والسلف كانوا يشددون. ولهذا قال أعيد لكم قول أبي عمرو محمد ابن عمرو الأوزاعي وقل بما قالوا زد وكف عما كفوا. ما تزيد، هذا قال إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام بارك الله فيكم. إذن لعلي في هذه الصبيحة فقط أحس يعني تعب كبير حتى لا يؤثر علي في المجلس الذي بعد الظهر إن شاء الله، أي بعد الثانية وهو فضل الإسلام، فأتوقف عند هذا الحد، وإلا بودي أن أستمر معكم إلى غاية الواحدة، لكن إن شاء الله
ما أعدكم إن شاء الله أرجو لا أسافر إلا بعد أن أكمل التعليق على الكتابين، فإنكم قوم تستحقون أن يتعب من أجلكم غيركم، والتعب في سبيل ذلك راحة حسية، حراحة معنوية، ولكنها ليست مجرد معنوية، تؤثر حتى على التعب الحسي، فتصبح راحة معنوية وحسية، كما قال أبو الوليد الباجي في نصيحة لنطالب العلم أو من يتعلم ويعلم، والعلم رحم بين أهله كما تعلمون. المهم يعني لا ينبغي أن يتعب، وإذا تعب فليس له أن يمنعه التعب من العلم، إما تحصيلا وإما توصيلا، إما تعلما وإما تعليما، كما قال لولدي قال كلمة رائعة تعجبني كثيرا، ونحن نعرف كما تعرفون أنه كما ثبت في صحيح مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة البدن، بارك الله فيكم، فقال كلمة لولديه حتى إذا تعب يتحملان ويتجلدان، يعني ذلك التعب، بل ينبغي أن يشعرا بأنه لن يصل إلى التعليم والتحصيل إلا بعد التعب، ويجعل ذلك التعب غير عائق وغير مانع وغير صارف عن العلم. فقال كلمة المشهورة، قال تأملوا معي، قال لهما واستعذبا، استعذبا، التعب عادة لا يستعذبه أحد، ولا لا يا إخوان، يتألم ويتودع ويتعرض إلى غير ذلك، ولا لا يا إخوان، قال واستعذبا، أي ينبغي أن تجدوا فيه عذوبة كما تجدون في الشيء الحلو، ماء كان ولا طعاما كان، يعني تجد فيه هذه العذوبة تستلذها وتتلذذ بها، قال واستعذبا التعب في طلبه، كذلك نحن نستعذب التعب على قدر المستطاع، إنما الذي جعلنا نتوقف عند هذا الحد حتى لا يؤثر، أي آخذ راحة حوالي ساعة ولا بين الحصتين، ونأتي إن شاء الله على الثانية ونستمر إلى غاية العصر في كذلك الأبواب الأخرى من كتابي ورسالة فضل الإسلام، فإلى بعد حين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والمعذرة يا إخوان إن ترون قد قصرنا شوية في حق. من بعد الظهر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.